المكان إسطنبول في تركيا. الحدث حريق في طابق سفلي لمبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة بشكتاش. حريق نتج عنه عشرات القتلى والعدد في تزايد، فضلا عن إصابات وحالات حرجة. السلطات التركية أعلنت عن فتح باب التحقيقات حسب ما أعلن حاكم إسطنبول داود جول، الذي أكد أنه تمت السيطرة على الحريق في المبنى الذي كان يشهد بالأساس أعمال تجديد، مبديا في الوقت ذاته آماله بعدم ارتفاع حصيلة الضحايا وسط ضبابية المشهد للأسباب الحقيقية. لا يوجد طلب للبلدية للتجديد أو البناء فيما يتعلق بالمكان، وبما أنه كان مكونا من طابقين أسفل مستوى الأرض لم تكن أعمال الإصلاح مرئية. سياق أحداث قابله إعلان آخر من الحكومة التركية باحتجازها 5 أشخاص للاستجواب للبحث عن الأسباب الحقيقية خلف الحادثة. وسائل إعلام تركية ذكرت أن الحريق في المبنى جاء أثناء أعمال التجديد، ما نتج عنه نشوب حريق وامتلاء المبنى بالدخان المتراكم، الأمر الذي هرعت من أجله طواقم الطوارئ لإنقاذ المحاصرين بالداخل.